السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في قناتكم مشتغليها بإيدك لتعليم كل شيء. النهاردة هنعمل فانوس رمضان عشان نزين بيتنا في رمضان. سهل وبسيط، بنعمل واحدة زي واحدة خماسية وبعدين بنعمل من فوق الشكل الفانوس ونعمل لها من تحت دورين أو ثلاثة يعمل القعدة. أوكي، وبنعلقها، ممكن نعلقها مع هلال، مع نجمة، أي حاجة معمولة في البيت، أو ممكن تعلقيها مع الفرع النور اللي بتعلقيه في البيت. هيدي شكل حلو. نبدأ نقول بسم الله. بس قبل ما نبدأ، اللي لسه ما عملش سبسكرايب للقناة يا ريت يعمل سبسكرايب عشان ده حاجة تفرحني يعني، واعملوا لايك وشير عشان أي حد يستفاد من الفيديو، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا أي جديد. نقول بسم الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نعمل الحلقة السحرية. أوكي، أول غرزة حشو هنعمل عليها 2 سلسلة. يا رب يكون واضح. اوكي، بعدين هنعمل يعني 5 مجموعات، هنعمل 10 عواميد وبين كل عمودين هنعمل غرزتين سلسله. الارتفاع الاولاني ده هنعتبره عمود. اوكي، ده العمود الثاني، وبعدين نعمل 2 سلسله واضحه، وبعدين 2 عمود تانيين. اثنين سلسلة. ايه كده؟ 2 سلسلة، المهم 5 وحدات. كده عملنا 5 مجموعات، كل مجموعة عبارة عن عمودين وبينهم سلسلتين. هنشد اخر حاجة السلسلتين اهم، هنشد خالص لحد ما نقفل الدايرة. اوكي، ونعمل غرزة منزلقة بتالت غرزة سلسلة في الارتفاع الاولاني. هنشتغل على كل عمود عمود فوقيه، وبعدين بين العواميد على السلاسل ديت هنشتغل عمودين سلسلتين عمودين. هنرتفع 3 سلاسل، وبعدين على العمود اللي بعديه نعمل عمود، فوق العمود الثاني نعمل عمود. اوكي، وبعدين هنا على السلسلتين هنشتغل عمودين سلسلتين عمودين. اوكي، بعدين نشتغل هنا برضو فوق العمويد دي، كل عمود نشتغل فوق منه عمود. انا مشتغله هنا بصيغ بخيط سلسله عشان يبقى ماسك نفسه، بس عاوزه تشتغليه باي نوع خيط زي ما انت عاوزه. لو الخيط مش قوي او مش ماسك نفسه ممكن تنشي الشغل بعد ما تخلصي. برضو هنا في الاثنين، لا فوق السلسلتين هنشتغل 2 عمود سلسلتين، 2 عمود تانيين.
وبعدين هنشتغل برضو العمود ديت فوق كل عمود، نشتغل عمود وهكذا، نستمر نفس الدور واجيلكوا تاني. زي ما انتوا شايفين خلصناه اهيت الدور دوت، وهي بقت عبارة عن وحدة خماسية فيها خمس أركان اهيت. ماشي، هنقفل الصف ده عند تالت سلسلة في الارتفاع الأولاني بغرزة منزلقة. ماشي، وبعدين هنعمل دور كمان في الوسط بتاع الفانوس دوت، اللي هو يعني الجزء الخماسي اللي في النص ده، عشان نعمل عليه بعد كده الحاجات التانية بلون تاني. واحد اتنين تلاتة ارتفاع. ماشي، وفوق كل عمود هنشتغل فوق كل عمود عمود لحد ما نوصل للأركان دي. في الأركان دي هنشتغل زي تحت اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود. كده وصلت للركنة، هشتغل فيها اتنين عمود لا اله الا الله محمد رسول الله، سلسلتين اتنين عمود. رمضان جاي ان شاء الله تحلى بقى شغل الكروشيه وانتي صايمه، وتذكري الله، تستغفري، تسبحي وانتي بتشتغلي مع كل غرزه. يبقى بتشتغلي وتمارسي هوايتك وفي نفس الوقت بتعبدي ربنا. هنكمل نفس الشيء فوق كل عمود عمود، كمل كله، وفي الركنة اعمل عمودين سلسلتين عمودين وهكذا لحد ما نخلص الدور كله. خلصنا الوحدة بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين، هي وحدة خماسية في اي اتجاه نفس الشكل، وحدة خماسية. اوكي خلاص، هنبدأ نعمل ايه؟ هناخد اي طرفين من هنا نشتغل عليها راس الفانوس من فوق. اوكي، وقصادها القاعدة من تحت هنشتغلها. هنشتغل ازاي مع بعض؟ نكمل ناخد باللون التاني. ماشي، ونعمل حلقة البداية هنا. عاوزين تبدأوا تعملوا اسمه ايه، عاوزين تبدأوا بغرزة حشو وتطلعوا سلاسل سلسلتين كده، اوكي تبدأوا كده مفيش مشكلة. عاوزين تبدأوا بعمود على طول زي ما انا هبدأ كده، ادي كده غرزة عاملة سلسلة الاولانية البداية. هاجي الف هنا لف على الابرة، وهاجي هنا اعمل اسحب كأني بشتغل عمود مستمرة فيه، ببدأ بعمود يعني. اوكي، بنجيب دي كده عشان ناخدها كده، بدأت بعمود اهوت في اول غرزة وفي النص وهنا واخر غرزة، هناخد عمودين والباقي كله عمود عمود. اوكي، شايفين؟ هنا في النص هنعمل عمود سلسلتين عمود. اوكي،
شايفين؟ وهنكمل هنا عمود عمود في كل واحدة، وصلنا للركنة وآخر التاج بتاع الفانوس، هنعمل فيها غرزتين عمود. اوكي، واضح كده؟ ادي كده شكل الفانوس بين اهوت، ودي اللي هنعلق منها حلقة. اوكي، هنعمل القاعدة بعد كده. هنبدأ بغرزة سلسلة على الإبرة، وهعمل عمود هنا. اوكي، وبعدين هنشتغل عمود في كل فوق كل عمود. لا إله إلا الله. نشتغل كده عمود على كل واحدة وأجيلكم. خلصنا هنا الدور الأولاني. الدور الثاني أول غرزة وآخر غرزة هنشتغل فوق منهم عمودين. أوكي، يعني هنا هنشتغل الارتفاع اللي هي ثلاث سلاسل، ومعها عمود في نفس العمود، فوق نفس العمود نشتغل عمود عمود، واخر غرزة نشتغل برضو عمودين فوق العمود. شايفين كده؟ ادينا خلصنا الفانوس. اوكي، نعمل غرزة سلسلة عشان نقفل بيها ونص. اللي ما عندوش زي الحلقة دي يا جماعة ممكن يعمل سلسلة عادية من الخيط ويعلق منها عادي جدا. خلاص، وبعدين بنبدأ ننظف الشغل بتاعنا ونظبطه. ممكن الخيط بعد كده نحرقه من ورا عشان ما يفتلش يعني، وبعدين نعلقها وان شاء الله يكون شكله جميل في زينة بيتك. اتمنى تعملوه وتكتبوا لي في الكومنتات لو عندكم اي تعليق. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس. وشكرا لكم لمتابعة الفيديو، وما خلص الزينة كلها ان شاء الله هصور لكم فيديو انزلهم.